اوكي بعد ما نزلنا الفيديو الاول بالوطن العربي اللي هو فتح العلبه للايباد برو الجديد 2021 والانطباعات الاوليه واللي حقق نجاح جدا رائع بالنسبه لي وبالنسبه للقنوات المتواضعه، فاشكركم جدا على دعمكم الرائع وتعليقاتكم اللي اكثر من رائعه، وحبيت اسوي لكم فيديو هو من طرفكم انتم طلبتوا اول شيء انه اسوي هذا الفيديو واجرب بيه الالعاب وخصوصا الببجي. والصراحه انا مو من محبي الالعاب او مو من الناس اللي تمارس الالعاب بكثره، لذلك قلت خلي اجرب ليش لا، خصوصا هذا الايباد الجديد اللي فيه امكانيات جدا رائعه واهمها طبعا المعالج الجديد من ابل M1 وال 120 فريم اللي كانت موجوده اصلا من السابق، لكن الكومبينيشن اللي صار بيناتهم اكيد راح يعطينا اداء جدا جدا رائع مع وجود رام اكبر هاي المره، صار عندنا 8 جيجا بايت رام. فاكثركم يتساءل شلون راح يكون الاداء مع الالعاب وخصوصا ببجي، لذلك اليوم راح نسوي هذا الفيديو ونجرب ببجي، لكن مثل ما قلت لكم لازم تعذروني لانه اني مو من محبي الالعاب وما جربت ولا لعبت بحياتي ببجي موبايل. فاول شيء راح نسويه هو انه ننزل اللعبه، فاروح للاب ستور ندور على ببجي، طبعا تطلع لنا اول مجرد ما نختارها، فهذه هي مثل ما نشوف ببجي موبايل. فمثل ما نشوف احنا عندنا التصنيف 4.4، العمر يبدا من 17 وفوق، المطورون واللغات اللي تدعمها من ضمنها الانجليزيه و12 لغه اخرى، وحجم اللعبه نفسها 1.8 جيجا بايت، يعني هذا يعتبر طبعا حجم كبير. فنسوي لها التنزيل، لازم نسوي فيس اي دي، اوكي فس قاعد يحمل اللعبه، واو قاعد يحمل صار له هوايه يعني تقريبا، فاعتقد انه الحجم جدا كبير بالمقارنه مع هيك لعبه، اكيد يعني اللعبه مشهوره والجرافيك مالتها اكيد راح يكون جدا عالي، فلازم تكون بهذا الحجم وبهاي الامكانيه، فاكيد ننتظر. بالمناسبه هذا مو فيديو ريفيو الكامل للايباد برو 2021 مع معالج ابل الجديد كليا M1، لذلك اذا تحبون تشوفون هذا الفيديو تشتركون بالقناه وتفعلون زر الاشعارات حتى لا يفوتكم هذا الفيديو فيما بعد ان شاء الله. اوكي هسه حملت عندنا اللعبه، نضغط اوبن، اوكي سماح مطالبة التطبيق بعدم التتبع، اوكي مال برايفسي، ستارتنج ببجي موبايل، اوكي هسه دخلنا اللعبة ودنشوف مثل ما نشوف دخلنا بعض الاعدادات، هسه راح نختار الوجه، نختار ذكر، خلي اختار هذا الشكل، اعتقد هذا الشكل احلى شوية. الشعر اختار هذا الشعر خفيف، الالوان خلي هذا اسمي مستعار، خلي نكتب مهند، اوكي انشاء الاسم مستخدم بالفعل، اوكي قبل هذا الاسم. فهسه حاليا هذه هي الواجهة، صراحة أنا ما أعرف شنو اللي قاعد يصير عندي، ف أوكي نيجي على الإعدادات، خلينا ندور الإعدادات وين الإعدادات. أوكي هنا راح نسوي بعض الإعدادات اللي من أهمها طبعا الرسومات أو الجرافيك، فمثل ما نشوف عندنا هنا حاليا الفائقة اللي هي أكثر شيء أعتقد اللي هو 90 فريم، لأنه الببجي تدعم فقط لغاية 90 فريم، فنختار الفائقة، وبعدين هنا الرسومات نقدر نختار ال HDR، نقدر نختار فائقة دقة، ودقة فائقة مو موجودة حاليا، نختار كلاسيكي، إعدادات عامة، ساحة القتال، ساحة الانتظار، اوكي عندنا اثنيناتهم المفروض كلش عالي، فنجرب وبعدين هم نجرب سلسة، لأن شفت معظم الناس يجربون سلسة. اوكي سوينا بعض الإعدادات وإن شاء الله تكون الإعدادات زينة مثل ما المفروض تكون، مثل ما المفروض تحبون تكون، وحاليا قاعد نشوف إنه إحنا قاعد ننتظر حتى تبدأ المباراة في حدود 33 ثانية. اوكي اللعبة كلش حلوة وسموث، هاي ساحة الانتظار مثل ما نقول، اوكي هذا التيم مالتي المفروض أعتقد. اوكي نزلنا هسه، طبعا ما اعرف انا هيك اختارت عشوائيا مثل ما نشوف، هنا ناكو مكان نتبع جماعتنا، الصراحه لحد هسه الجرافيك كلش عالي وجدا حلو،
يعني مثل ما قلت لكم أنا ما جربت هاي اللعبة هذه أول مرة وما أعرف إيش راح يصير بالضبط، لكن مثل ما نشوف عندنا هنا 100 مقاتل وأنا لحد الآن قاتل صفر. مثل ما نشوف الألوان كلش حلوة، يعني الجرافيك مال الألوان أوكي. هسه لازم ندور أشياء حسب ما دا أشوف. أوكي لقينا مسدس بصوت. أوبس أوبس راح أموت راح أموت راح أموت. أنا ما دا أعرف إيش دا يصير أصلاً حاليا، بس كل اللي أعرفه إنه انضربت مرة فلازم أروح مكان شوية نختفي بيه على الأنظار. أوكي كتنا واحد. أو تصوب. اوكي قتلته اول واحد. اول مره اقتل واحد. اوكي لازم اروح نركض هسه لانه المنطقه صارت اصغر منطقه اللعب، فنتجه الى 551 كيلومتر متر. طبعا انا قاعد اركض حاليا بالعراء بدون اي شيء. نطلع المسدس مالتنا خايف يجي احد. راح نوصل المكان او بيت بلكت نكون بامدادات من مثلا اسلحه او فشي، لانه حسب ما اشوف انه ما عندنا هواي طلق. ناخذ مسكن. اوكي اركض. اوكي ما عندي سلاح. لا اسمع صوت اعتقد سيارة. بلكت نلقى هناك سلاح فشي. اوكي سلاح. هذا شيء اقدر شيء اقدر اسوي هو اركض انه بعيد، لانه ما اعرف منين قاعد يجيني. اوكي قتلنا اثنين. اوكي اكو واحد يريد يقتلني، وش نسوي؟ نختل ورا الشجرة. اوكي قتلتها بالبوكسات. اوكي خلينا نشوف شنو عنده. اوكي هسه لازم نروح منطقة اللعب. قتلنا ثلاثة، أول لعبة لي أقتل ثلاثة. خلينا نضم السلاح حتى نمشي سريع. ناخذ مشروب مع الطاقة. لازم نبتعد قدر الإمكان عن هاي المنطقة. ما أعرف شلون، بعتقد إنه من خلال سيارة. المفروض نبتعد من المنطقة الزرقاء اللي هي تعتبر منطقة الخطر. فخلي نشوف إذا نقدر نلقى سيارة.
اوبس شوي ابتعدنا عن منطقه الخطر. خلينا نشوف هاي البيوت شنو بيها. اذا ما بيها شيء ناخذ الدراجه. خلينا نركض باتجاه الباراشوت بلكي تكون بشي. اكو واحد يضرب بس ما دا يقدر يوصل لي، فابتعدنا احنا حاليا بقوا 12 واحد. بدنا نتجه منطقة اللعب، نسد السلاح حتى ناخذ اسرع. ايوه قتلنا. اوكي هسه لازم اروح منطقة اللعب. اوكي اعتقد انه انا فزت. اوكي هذه كانت اول مرة اجرب بها لعبة ببجي، واعتقد انه فزت يعني، وما شفت اعتقد تصنيف الفريق تصنيف واحد مرات القتل، انه انا كتبت خمس مرات يعني، اعتقد انه انا كتبت خمسة، فاجمالي التقييم 70، تقييم نجاة، معدل القتل 78. اوكي بالنسبة للشخص اللي أول مرة يلعب ببجي أعتقد إنه هذا فشي كلش زين، لعبة كلش حلوة الصراحة، فكلش حلوة إنه الفكرة مالتها حبيت يعني، إن شاء الله راح نتعرف عليها بعد أكثر وأكثر بالفيديوهات القادمة، لكن هذا هو انطباعاتي الأولية عن الببجي اللي نقدر نلعب بها وبإمكانيات جدا جدا حلوة، مثل ما شفتوا إنه أبدا ما علق عدي وشغلت ال 90 هرتز اللي هي أعتقد اقصى شيء تقدر تلعب بها من خلال هاي اللعبه، واعتقد الامكانيات جدا حلوه. فالصراحه حبيت اللعبه وحبيت الفكره مالتها، انه شلون انه انت لازم تصيد الناس وتركض وتجمع اسلحه وما الى ذلك، يعني تعتمد على نفسك اكثر واكثر. فبس هذه هي تجربه اليوم مع اول لعبه اجربها على الايباد الجديد، ايباد برو 2021 مع معالج M1، وان شاء الله راح نجرب لعبات اكثر في قادم الايام ونسوي مراجعات اكثر، واذا عندكم اي اقتراحات معينه اكتبوا ليها بالتعليقات وان شاء الله راح نسويها. كالعاده اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تسوون لايك، تشتركون بالقناه وتفعلون زر الاشعارات. سلام.